بنهاية العام 2008 كانت قد انقضت سنوات 6 على حميد العشوبي دون أن يظفر بعمل يوفر له دخلا قارا. قبل السنوات العجاف تلك كان تقلب في حرف مختلفة، منها فترة أمضاها في المرسى يساعد البحارة في إنزال حمولات قواربهم من السمك، كما عمل فترة في أوراش البناء. كان قد حرص على توفير بعض المال، يريد أن يصير واحدا من تجار الرصيف، أولئك الذين يطلقون عليهم الفراشة، طالما حلم بذلك وكان يرى أن ذلك سيكون منطلقه إلى غد أفضل. كان يحلم بأن يصير تاجرا كبيرا، ولكن تلك الأحلام الجميلة تلاشت الآن، وصار كل ما حلم به وعدا من الماضي لم يتحقق. يرفض حميد بغير قليل من الإصرار الخوض في كل ذلك. هو الآن على مشارف الأربعين ويعيش عالة على والدته التي تخطت 63 وبدأ ظهرها في الانحناء، ولكنها بالرغم من كل ذلك تنهض كل يوم باكرا وتغادر سكنها في عمق المدينة العتيقة للعرائش لتعمل في البيوت لقاء أجر زهيد. كانت في كل صلواتها وكل ما خلت إلى نفسها تدعو لابنها الوحيد حميد بالهداية، وأن يرزقه الله عملا قارا يضمن له لقمة العيش. كذلك هي حال حميد ووالدته، لم يكن يعرف من أبيه إلا اسمه بوغالب، الذي طلق أمه أشهرا قبل أن تضعه ومضى ليتزوج من أخرى. قيل له إنه انتقل إلى تطوان، وإن له أولادا وبنات من زوجته الثانية، هم إخوة وأخوات لحميد الذي لم يلتق منهم أحدا. ولأن البطالة صارت لصيقة به، ولأن اليأس اتخذ إلى نفسه سبيلا منذ فترة الآن، فقد صار يبيح لنفسه ألا يستيقظ من النوم إلا حين ينتصف النهار، وقد اعتاد ألا يجد أمه في البيت. أحيانا وهو يكتشف 10 دراهم التي تتركها له فوق طاولة الأكل يمضي لحظات باكيا. لم يكن يقبل أن يظل عالة على أمه التي أتعبها العمل في البيوت، تعلم أنه بحاجة إلى تلك الدراهم لشراء السجائر أو لدفع ثمن قهوته إن جلس في مقهى. مع مرور الأعوام صار مألوفا أن يرى حميد وهو يعبر مرات عديدة جيئة وذهابا شارع محمد الخامس قلب المدينة النابض. لم يكن له هدف ولا وجهة معلومين، وإنما هو المشي على غير هدى. في المراحل الأولى من سقوطه في البطالة كان حين يلتقي أحدا من أصدقائه القدامى يتوقف يسأل عن الأحوال وعن فرصة شغل قد تكون في علم صاحبه، ثم لم يعد يكلم أحدا، وقيل عنه مجنون، وقيل عنه فاشل، وقيل غير ذلك. كان يتناهى إليه كل ما يقال، ولكنه كان يتجاهله ويبذل جهدا لا يدركه إلا هو في تجاهل كل ما يقال. كان يحدث نفسه بأن هؤلاء الذين ينعتونه بالجنون والفشل لو كانوا يعلمون حقيقته ما قالوا شيئا من ذلك. ما كان يؤلمه أن يتجاهله أصدقاء من زمن الشباب وسن الطفولة، كانوا يمرون ينظرون إليه ويواصلون سيرهم، ومنهم من كان يدير وجهه حتى لا تلتقي النظرات ويحدث استحضار تلك الوشائج الغابرة الدفينة. لم يكن مصدر أذى لأي كان، ولم يكن في هيئته ما يثير الشكوك أو الريبة. كانت بسيطة بالية ملابسه، ولكنها كانت نظيفة. كانت أمه تحرص على ألا يبدو متسخا كما هو حال المتشردين، وكانت تظن أن ما أصاب ابنها الوحيد سببه العين. في أكتوبر من العام 2008 وكان يوما تميز بصحوه، وبينما هو كعادته يمشي على الرصيف في شارع محمد الخامس، توقفت بجانبه سيارة مرقمة بالخارج. علم من ألواحها المعدنية أنها من فرنسا، تجاهلها
وواصل سيره، ولكنه التفت لما سمع المنبه. جاءه من داخل السيارة صوت يناديه باسمه: حميدو حميدو. تراجع خطوتين إلى الوراء وانحنى ليكتشف وجه الذي يناديه. كان وحده في السيارة ينظر إليه وهو يبتسم. منذ فترة الآن صاروا قلة الذين يبتسمون في وجهه، وكان يرى أنهم حلفاء حظه العاثر المتجهم. سأله: ألا تذكرني؟ دقق حميد ونظر في ذلك الوجه الذي ظل مبتسما لم يكن يعني له شيئا. حرك رأسه نافيا وقال: أنا لا أعرفك. كانت كلمات كافية لتجعل الرجل يغادر مكانه خلف المقود، يفتح باب سيارته الفخمة ويأتي نحوه. ظل راسما على فمه تلك الابتسامة نفسها، وبلا تردد أمسك به من كتفيه وهو يسأله: هل حقا لا تذكرني؟ كان مندهشا، كيف لهذا الغريب أن يمسك به من كتفيه؟ كان يحدق فيه يحاول أن يجد له في ذاكرته البعيدة أثرا. على جبينه ندب قديم له شكل الهلال. بتلقائية شد نظره ذلك الندب. ترك الرجل كتفيه، قد يكون حسبه فاقدا الذاكرة، أو عكس ذلك يجد في نفسه ما يجعله واثقا من أن حميد سيتذكره في النهاية. ولما لم يلمس منه تجاوبا تركه وابتعد ومضى إلى سيارته. وحين هم بفتح الباب جاءه صوت حميد: ألست الغرابي؟ حدث ما يصدق حدسه، ها هو قد تذكره. عاد إليه وعانقه بحرارة، لم يقل شيئا، دعاه ليركب إلى جانبه، ثم انطلقت السيارة. على مدى عدة دقائق لم يتبادلا حديثا، لعل كل واحد منهما يستمتع بلحظات هذا اللقاء الذي عاد بهما بعيدا في ماض مشترك. بدا الغرابي واسمه الشخصي عبد المجيد ويناديه أصدقاؤه مجيدو، بدا وكأنه بالمناسبة يريد أن يظهر لصديقه القديم براعته في السياقة. اتبع طريق طنجة. لما كان يقترب من موقع لكسوس الأثري كانت سرعة سيارته قد بلغت مداها. من النافذة نصف مفتوحة يأتي هواء يحمل رائحة البحر. قال الغرابي: ما ظننت أنك ستستطيع أن تعرفني بعد كل هذه السنوات التي لم نلتق خلالها. رد حميد: في تلك السنة التي غادرت فيها الحي غادرت المدرسة. التفت إليه وقال: نعم، في تلك السنة غادرت أسرة العرائش والتحقت بالوالد هناك في فرنسا. لم يقل حميد شيئا، كان نظره مركزا على لوحة القيادة، ثم بعد عدة دقائق قال: إنكم محظوظون. فيما قاله الكثير قد يكون مجيد الغرابي أراد أن يجعل للحديث الوجهة التي يريدها هو. سأله: هل تعلم لما توقفت عندك؟ في سؤاله ذاك ما أثار بعضا من شك في نفس حميد الذي بعفوية من أتعبته ظروف الحياة مضى يقلب صفحات ذاكرته العميقة، يسأل نفسه إن كان أساء إليه يوما ما وأنه أراد أن ينتقم. ولكن مجيد أنهى شروده وقال له بلا مقدمات: أردت أن أعرض عليك عملا في فرنسا. سأل حميد: قد يكون هناك في فرنسا وقد يكون هنا في المغرب. وبينما أحس ببعض الإطمئنان واصل الغرابي كلامه: ستكسب الكثير من المال. في لحظة ما خيل لحميد العشوبي أنه في حلم، وأن ما دار بينه ومجيد الغرابي تهيؤات، مجرد تهيؤات. يستحضر ذكريات بعيدة حين كانا يدرسان معا في مدرسة الحي. يذكر أن مجيد كان كثيرا ما يدفع الآخرين إلى تصرفات ينالون بسببها عقابا من المدرس. لا تهمه الذكريات الآن، الذي يهمه أن يعرف طبيعة العمل الذي يعرضه عليه والذي يعده بأنه سيدر عليه مالا وفيرا. أخرج الغرابي حافظة وقوده واستل منها ورقة من فئة 100 درهم ودسها في يد حميد
الذي كان ينظر إليه باندهاش لا يخفى. ابتسم ولم يقوى لسانه على النطق بكلمة. أدار محرك السيارة وعاد به إلى حيث التقاه في شارع محمد الخامس. قال له قبل أن يودعه إنه لن يكشف له عن العمل الذي يعرضه عليه إلا حين يلتقيه في الغد. كان موعدهما العاشر صباحا. يومها عاد إلى البيت باكرا، قال لأمه مبشرا: أظن أنني سأشتغل قريبا، وأن العمل الذي سأقوم به سيوفر لنا دخلا محترما. سألته أمه: وما هو العمل الذي سيكسبك المال الوفير؟ تذكر أن عبد المجيد الغرابي لم يبين له طبيعة العمل وأنه لن يعرف قبل الغد، ثم حكى لها عن لقائه بصديقه القديم. أبدت استغرابها أن يتوقف عنده ذاك الذي لم يره منذ سنين طويلة وأن يعرض عليه عملا دون أن يكشف له طبيعته. وهي ترشف من كأس الشاي نصحته بأن يكون حذرا. بات حميد مسرورا بينما باتت أمه تكتم خوفها عليه من الوقوع في فخ صاحبه القديم. صباح اليوم التالي قبيل الساعة العاشرة كان حميد يدخل باب المقهى الذي تواعد على اللقاء فيه. لم يظهر له لما وقف بباب المقهى. جلس إلى طاولة. حول طاولة خلفه جلس ثلاثة زبائن، فهم من حديثهم أنهم تجار سمك. جاء النادل فطلب كأس شاي. مر من الوقت ساعة، 11:00. بدأ يفكر في الانصراف. في تلك الأثناء رآه يدخل. سرد مبررات لم يكترف لها حميد. ثم بعد أن أحضر له النادل قهوته نظر ذات اليمين وذات الشمال، دنا منه وسأله إن كان سبق له أن قاد دراجة نارية. حرك حميد رأسه بالإجاب. إذ ذاك قال له همسا إنه سيكلفه بمهمة تجريبية قبل أن يسلمه رسميا العمل الذي وعده به. بعد دقائق غادر المقهى. في مكان ما في شارع عمر بن الخطاب ركن عبد المجيد الغرابي سيارته ودخل زنقة تتفرع عن الشارع. في مرآب منزل أراه الدراجة النارية التي ركب على جزئها الخلفي صندوق. لقد بدأ الاختبار. قال له إن في الصندوق بضاعة عليه أن ينقلها إلى أحدهم في منزل لا يبعد كثيرا عن محطة المسافرين، وإن الرجل سيسلمه ظرفا به مبلغ من المال وعليه أن لا يفتحه. ثم أبلغه أنه إن نجح في تنفيذ ذلك سيتم تشغيله رسميا. ساورت حميد شكوك في أن البضاعة مخدرات، ولكنه وافق مع ذلك. وبينما هما يخرجان من المرآب اعترضت سبيلهما سيارة، ما لبث أن اكتشف أن الذين على متنها من رجال الشرطة. كان عبد المجيد الغرابي تحت المراقبة. اكتشف حميد أن صديقه القديم مروج مخدرات صلبة هارب من العدالة، وأن السيارة التي كان يتحرك على متنها مسروقة، وأن حكاية انتقاله مع أسرته للعيش في فرنسا كذبة. لما ثبتت براءته كان قد انقضى شهران.